عليكم، مرحبا بكم اليوم في مطبخ الأحباب. اليوم عندنا غراتان تاع باذنجان. عندنا فلفلة خضراء، اللي يبغى يدير فلفلة حمراء يدير حمراء. عندنا البصل قطع صغير. عندنا فخوماج غابي. انا دند اشي. عندنا العكري حلو. عن الملح. عندنا الكركم. عندنا فلفل كحل. عندنا ثوم قطع صغير. عندنا معدنوس. عندنا درسة حرة. عندنا طماطيش قطعات صغيرة. عندنا لي طوماط سوغيز. وعندنا الزيت. نبدأ. وجبت اليوم الباذنجان ديجا واجد باش ما ندوش الوقت وكلش. باذنجان كيف درتو؟ غسلتو، نقيتو، قطعتو كيما راكم تشوفو، درتو في الماء والملح وخليتو شويه يطلق باش ما كي نقلوه ما يديناش الزيت بزاف. قليتو او واجد هنا معانا. دوك نبداو طريقه لاصوص. ديال المقلة. نبدأ بالزيت. فلفلة. اللي ما يحبش الفلفله ما كان له يدير الفلفله، يقدر غير بالبصل تمشي، ما عندهاش اشكال. نزيد لها الثوم. نخليها تنقلى. نهضر لكم على الفلفله درسه الحاره. درسه الحاره في وقت الحار نشدو الحاره الحمراء نفوروها ونطحنوها ونخبوها في لي بتيت بواط، ولا نخبوهم سواء في الكونجيلاتور سواء في الفريجيدير. اللي يبغى الحار يدير الحار، اللي ما يحبش الحار يستغنى عن الحار. دير الدجاج تاعنا، الدند تاعنا. خلو الميلانج تاعنا ينقلع، نروح نفصل ونواصل. رانا ولينا بعد ما طابت معنا الفلفله واللحم والبصل، زدت له فلفله الحاره درسه، زد لا طوماطيش ولي زيبيس. راكم كيما راكم تشوفوا راهي طابت، نطفي عليها باذنجان كيما قلت لكم راه واجد. نجبدوا البلا تاعنا، ديروا له شويه زيت، اللي يحب يدير الزبده يدير الزبده، ما نكثروش باسكو الباذنجان ديجا فيه الزيت، عنده نسبه تاع الزيت قويه.
الباذنجان تاعي، نسيي نحلو، يا كي يقولوا العين تاكل بالفم. صافي نسيو زينو الطبق تاعنا. ندو لاصوص تاعنا، نعمرو باذنجان، لي ما يحبش الدان يقدر يدير لحم الدجاج، لي ما يحبش لحم توكوغ يدير الخضرة، مليحة الخضرة. ندير الفرماج، ندير الطماط سوريز. البلات تاعنا نديرو في الكوشة يطيب ابوبخي 10 مينوت باسكو كل حاجة طايب، مام ابوبخي 5 مينوت سا ديبون الفور تاعكم. نخلو برك لا طوماط سوريز تاعنا طيب شوية، الفروماج يذوب ويوجد ان شاء الله. روحو فاصل ونواصل. رانا ولينا توجور مع الحصة مطبخ الحباب مع الوصفات الاقتصادية والسهلة. عندنا حساء لانتي دو كوغاي ولا العدس الأحمر. عندنا المقادير، عندنا العدس الأحمر، عندنا زرودية مقطعة صغيرة، عنا الملح، العكري حلو، كركم، فلفل الكحل، وعنا الزيت. نبدأ على بركة الله. بسم الله. ندير الزيت، عنا البصل، مزرودية، ونخلو كلش ينقلى.
سنا وينقلا شويه. ديما تاعنا لو بلا تاعنا تاع باذنجان ويطيب، نخلو غير برك الفخوماج تاعنا يذوب شويه، لا طوماط تطيب وصاي. الحساء الاحمر هذا لانتي ديكوراي مليح للصحه وفور لانيمي. اقتصادي ما يدي وقت ما والو. المرأة اللي تكون خدامة تجي الكوزينة تاعها ما تتعب ما والو، شوية سوب ما منعوضو كما قال الذراري باش يتعلموا شوية ياكلوا لا سوب على جلانيمي، ولا ذوكا الذراري ما يحبوش ياكلوا الصحي. نديروا الملح، عكري حلو، اللي يحب الحار يدير الحار. هنا الكركم شويه فلفل الكحل، اللي يحب يستغنى على الفلفل الكحل يستغنى. نحركو كلش مليح باسكو لونتي هذا العدس الاحمر يلصق. نحركو بيان مع المكونين زروديه والبصل، مرقو تمرق على حساب اللي يحب الفولوتي ولا لا سوب تاع الحساء تكون ثقيل ما يكثرش الماء، اللي يحبو خفيف يزيد له الماء طبعا. نغلق عليها، نخليها الحساء تاعنا تاع العدس الاحمر يطيب، الغراتان تاعنا او في الكوشه يطيب. روحوا فاصل ونولوا في الطبق التقديم ان شاء الله. رانا ولينا في طاولة التقديم توجور مع الحصة مطبخ الأحباب. يوم قدمنا حساء العدس الأحمر لانتي دو كوغاي، راهي تشهي الله الله، خفيفة صحية. وعندنا طبق غراتان باذنجان، هاوليكم. خلينا فخوماج تاعنا ذاب شويه وطوماطيش طابت شويه، اللي يحب يدير لاصوص يدير لاصوص، كل واحد الاختيار تاعو. ان شاء الله اطباق النهار اليوم تكون عجبكم. الملتقى ان شاء الله في حصه اخرى. سلام.